حياكم في قناة هيزن. اعتدنا على رؤية الحشرات من حولنا حتى أصبحت مبتذلة، لا نلقي لها بالا أو نتمعن في تفاصيلها، لكنها في الحقيقة كائنات على قدر بالغ من الجمال والغرابة في آن واحد، ويتبين ذلك من خلال تقنية تصوير الماكرو المبهرة والجميلة. الحشرات يزيد عدد فصائلها المكتشفة عن مليون فصيلة مختلفة، وهذا يمثل أكثر من نصف جميع الكائنات المكتشفة على الأرض. ومجرد مشاهدة صورهم ستدلك على مدى تنوعهم واختلاف هيئاتهم وتفاوت مظاهرهم، وهي في ازدياد عام تلو عام بمعدل 20,000 فصيلة تضاف سنويا. وتصف التقديرات على أننا لم نكتشف سوى 4% من جميع فصائل الحشرات المتواجدة على الأرض. وتتكون أجسامها من 3 أجزاء رئيسية: رأس يحوي العيون وقرون الاستشعار، وصدر يتصل بها أرجلها 6، وبطن في الخلف يحتوي أعضاءها مثل القلب والمعدة. وتتراوح أجسامها من الأكبر حجما مثل ويتا العملاقة وخنفساء جالوت التي تصل أوزانها إلى 70 جراما، وما بين أصغر حشرات العالم الجنيات الطائرة التي يقل طولها عن 10 ملليمتر. هذه كانت لمحة بسيطة عن الحشرات، وحتى نلقي نظرة مقربة على هذه الكائنات علينا أن نستخدم تقنية تصوير الماكرو. تقنية تصوير الماكرو تتيح لنا مشاهدة أدنى التفاصيل التي لا تبصرها العين البشرية، ويتسنى لنا إدراك جمال كائنات لطالما لم نعرها اهتماما ولم نكترث لمدى تعقد تراكيبها وأجسامها حقيقة. خذ على سبيل المثال نحلة الأوركيد الزرقاء ذات المؤخرة الخضراء التي تعيش في الغابات الاستوائية من العالم الجديد، وتلقح زهور الأوركيد ذات الرائحة العابقة. والجندب القزم ذو الجانب الأسود من ضمن 1400 فصيلة مختلفة لا تتجاوز أطوالها 15 مليمترا، وتتدرج ألوانها ما بين البني والطحلبي. وبالمقارنة هذا هو جندب كارولاينا، ويعد واحد من أكبر أنواع الجنادب بطول يصل إلى 6 سنتيمترات. وفصيلة غير مسمى من صراصير الأرض، على الرغم من اسم فصيلته فهو ليس صرصارا حقيقيا. ودبور العنكبوت ذات الألوان الزاهية والجميلة، وتعد لدغة أحد فصائلها من الأكثر إيلاما على الإطلاق. لكن حتى هذه الصور الجميلة يعيبها أن جميع أجزاء الحشرة ليست بنفس التركيز والدقة. فمثلا هذه صورة ماكرو معتادة لنحلة الأوركيد الزرقاء والجميلة، لكن بإمكانك رؤية أجزاء من الصورة ليست ضمن مجال تركيز الكاميرا، ذلك لأن عدسات الماكرو لا تستطيع التركيز إلا على جزئية ضئيلة جدا وتملك منطقة عزل صغيرة ومحدودة، وهو مفهوم شائع في مجال التصوير. كل فتحة عدسة لها منطقة عزل معينة وتركز على ما بداخل تلك المنطقة. فإذا أردنا أن نصور منظرا طبيعيا نريد منطقة عزل واسعة، بينما تصوير حشرة يتطلب منطقة عزل صغيرة للغاية. هنا يظهر العمل الدؤوب والمذهل الذي قام به المصور البريطاني ليفون بيس، الذي يعمل عادة في مجال التصوير الرياضي، لكن في وقت فراغه وبالتعاون مع متحف جامعة أكسفورد للتاريخ الطبيعي قام بتصوير بعض أفضل العينات لديهم لينتج صور ذات دقة مدهشة للغاية. فمثلا هذه صورة لذات الألوان الزاهية الخنفساء ذات القرون الطويلة التي تعد بعض فصائلها آفات تفسد لحاء الأشجار، وعندما تكبر الصورة مرة ومرتين و3 و4 و5 وحتى 6 أضعاف لا زالت أدنى تفاصيل الخنفساء واضحة تمام الوضوح، وهذا يسري على جميع أجزاء جسمها المختلفة. الجعل الأرجواني الأمازوني المحارب الذي يقوم بعمليات تنظيف في الغابات، والسوسة ذات الأنف القصير، كلها تم تصويرها بنفس الجودة المذهلة وتظهر أجزاء جسمها المختلفة بدقة وتفاصيل متناهية. هذه الحشرات وغيرها العديد قام ليفون بيس بتصوير كل واحدة منها ما بين 8,000 وحتى 10,000 صورة، بعد أن يثبتها أمام عدسة الكاميرا وبإضاءة مناسبة يبرمج حامل الحشرة ليتحرك مسافة 10 ميكرون، ثم يلتقط صورة لتعي مدى صغر هذه المسافة. معدل سمك شعر على رأسك هو 75 ميكرون، أي يلتقط 8 صور لمسافة بسمك شعرة واحدة فقط، فما بالك بحشرة يبلغ طولها 2 سنتيمترات. ثم يقوم بمعالجة الصور الناتجة ودمجها معا لتنتج صور ذات جودة لا مثيل لها، وهي عملية تستغرق ما يصل إلى شهر كامل لإنتاج صورة واحدة فقط. أعمال ليفون وصوره تم طباعتها وعرضها وقدمت في معارض نظمها المتحف ليلقي الزوار على جمال عالم متناهي في الصغر، وليلهم بعضهم ليدرس ويكتشفوا هذه الكائنات الجميلة. فما زال هناك الكثير من الكائنات التي لا نعرف عنها شيئا.
بإمكانك مشاهدة أعمال ليفون بيس في موقع مايكروسكوبتشر الذي تم إنشاؤه خصيصا لهذه الصور، وبإمكانك شراء هذه التحف الفنية مطبوعة وكوسيلة لدعم المصور ماديا. بالإضافة يمكنكم متابعة حساب USGS على الإنستغرام لمشاهدة المزيد من هذه الصور الجميلة. شكرا لكم على المشاهدة، وشكرا لكل داعمينا على موقع بيتريون، وبإمكانك دعمنا أيضا لضمان استمرارية وتطور القناة، وبإمكانكم المشاركة في التصويت عن الموضوع التالي أو تقديم اقتراحك في التعليقات، وشكرا لكم.